من 61 سنة في يوم لا أنساه ولا أنسى ساعته ولا تاريخه، 19 أغسطس سنة 1959 أقسمت قسم الانضمام إلى المحاماة. منذ هذا اليوم الذي مضى عليه 61 عاما لا أنساه، رغم كل الأحداث التي مرت بي ومررت بها، لا أنسى يوم أقسمت هذا اليمين. لما؟ لأنه يوم فارق في حياتي، وسوف يكون اليوم يوما فارقا في حياتكم وحياتكن. أنتم إلى أن تقسموا اليمين خريج كلية حقوق، بعد القسم ستصيروا محامين ومحاميات وشتان بين الصفتين وبين المركزين. المحامي فارس، ولما أقول المحامي يبقى المحامي والمحامية فارس، يمتطي مش صحوة الجواد، يمتطي سطوة العلم والمعرفة والخبرة والإخلاص والفناء في سبيل القيام برسالته. منذ يتقبل الوكالة ينام الموكل ولا ينام المحامي. ليه؟ لأنه قد احتضن هذه الوكالة من اللحظة التي قبلها فيها، وصار واجبا عليه أن يعد نفسه إعدادا كاملا للقيام به، بيد أن هذا الإعداد الواجب الضروري اللازم لا ينحصر فيه كل ما يجب على المحامي والمحامية الإلمام به قبل قبول الوكالة. كيف يعد المحامي وتعد المحامية نفسه ونفسها للإطلاع بهذه الرسالة؟ انتطاء الصهوة، صهوة الجواد، لا، صهوة العلم والمعرفة والخبرة، لا يتأتى إلا لمن يبذل في سبيل الوصول إليها. تحركه أشواقه إلى المعرفة ورغبته في أن يتسيد الميدان الذي سوف يدخل فيه. الموظف المستخدم ينتظر الترقيه وينتظر العلاوة وينتظر بدل السفر، ولكن المحامي لا ينتظر إلا حصاد عمله. إن وفق فسيكون في أعلى عليين، وإن أخفق فقد خرج أو خرجت من نطاق المحاماة ورحاب المحاماة. ومن هنا ما كان حتى تخرجنا شيء، وما يجب وينبغي أن يكون منذ اليوم شيء آخر. ليه؟ الموظف والمستخدم والعامل يغرد إن غرد داخل السرب في الطابور، ولكن المحامي طائر يغرد خارج السرب. لماذا هو يغرد خارج السرب؟ لأنه كما قيل لكم الآن يمثل أمام محكمة قرأت أوراقها، وربما أسبق منه تخرجا وأكبر سنا وأوسع خبرة، وهو مطالب أو مطالبة حتى لا يكون الأداء أداء شكليا بأن يهز ما عساه
يكون قد ترسخ في فكر أو عقيدة المحكمة ضد مصلحة الموكل الذي ينهض بالدفاع عنه. كيف يستطيع أن يحرك هذا؟ إذن هو لا مجال له إلا إذا كان بالفعل طائر خارج السر، لديه من المعرفة ومن العمق ومن العلم ومن الخبرة ومن البيان ومن علم النفس. إيه ده؟ ما يستطيع به أن يصل إلى وجدان قاضيه. الحصاد، حصاد ثمرة حاجات كتيرة جدا، اوعوا تنسوا اللي هقوله لكم. لا تتركوا ورقة، ورقة تعبر حياتكم دون أن تتأملوا فيها، مش تقرؤوها بس وتتأملوا فيها. هناك فارق بين من يقرأ ويردد قراءة وترديد الببغاء ومن يقرأ ويتأمل. حينما نزلت الآيات التي أمرت المؤمنين بأن يتفكروا في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، يومها خلص فيه السماء عليه الصلاة والسلام: ويل لمن قرأها ولم يتفكر، ويل لمن قرأها ولم يتفكر. أنت تزداد وأنت تزدادين علما ومعرفة، ليس فقط بمجرد القراءة، فهي أداة للوصول إلى إعمال الفكر. لذلك أصاب الأستاذ العقاد إصابة في محلها يوم أن كتب رائعته كتاب التفكير فريضة إسلامية. لن يتأتى لك التفكير إلا إذا كنت صاحب عقل، نعم، وإلا إذا كنت قاصدا لأن تستخدم هذا العقل في أن تفسر ما تقرأ وأن ترى ما وراء السطور وأن تستخلص حكمته ومغزاه. يبقى الورقة في قضية، مذكرة خصم في كتاب، في مجموعة قوانين، كلها يجب أن تكون عدة للمحامي وللمحامين. ما يمارسه ويعايشه في سرايات النيابات أو في أروقة المحاكم باب هائل للخبرة، يحصلها ممن يجيد ويحصلها أيضا بمفهوم المخالفة ممن يخطئ. عارفين يعني ايه مفهوم المخالفة؟ يعني تشوف الحاجة الغلط تقول الحاجة دي انا ما اعملهاش. ودعوني اقول لكم اننا قد نتعلم من الخطأ باكثر ربما ما قد نتعلمه من الصواب، لان الخطأ بيعلم، يعني ياخد يحفر الكل يستهجنه. تقاليد المهنة باب يتعين على المحامي والمحامية الإلمام به حتى الثمالة. هتطلعوا تشوفوا الدنيا لم تعد الدنيا التي إحنا عرفناها. في القسم اللي هنقسمه هتلاقوا فيه قسم بالمحافظة على سر المهنة. هتلاقي زملاء محامين وقد يكونوا كبارا في الأسماء يتاجروا بأسرار وقضايا موكليهم، وهذا فضلا عن كونه محظور بحكم القانون ومحظور بحكم قانون المحاماة بالإضافة إلى الحظر الوارد في قانون العقوبات، فإنه محظور على تقاليد وفروسية المحاماة. لا يجوز
للمحامي أو المحامية أن يتحدث في شأن موكله حتى وإن رفض الوكالة لا يتاجر بها، لأن الذي قصده قصده ليودعه سره، فإذا ما اعتذر عن قبول الوكالة لا يتاجر بأنه قد رفضها. وحترون أسماء بتتاجر بأنها رفضت وكالة، وربما كانت المتاجرة على غير ما أساس على الإطلاق. شفنا ناس بتدعي أنها اعتذرت ورفضت الدفاع عن رئيس الجمهورية الأسبق أو عن فلان أو عن فلان، ويعلم العارفون أن هذا كذب وأن أحدا من هذه الأسماء لم يلجأ إليه، ولكنها الرغبة ومحبة الظهور والاستعراض والركوب على رقاب الناس. هتجد بعض المحامين وربما كبار اختلف وموكله أو موكلته، فيستبيح لنفسه أن يخرج الأسرار التي أودعت لديه. هذا ضد الأخلاق وضد القيم وضد القانون. هتلاقوا حاجات كتيرة مش صح. هتلاقوا المسؤولية التي علمنا القرآن الكريم أنها شخصية، وقال لنا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه وكل امرئ بما كسب رهين ولا تزر وازرة وزر أخرى، تتحول في أنظار بل في ممارسات البعض إلى نوع من العصبية والعنصرية والانحيازات الحزبية أو الطائفية أو غير ذلك. أنت وأنت كلاكما مطالب في هذه الرحلة بأن ينقطع عن عالم الخطأ وأن يقبل بالأحضان وبالإخلاص على عالم الصواب والسداد ومبادئ فروسية المحاماة. هناك من يدخل الحياة ويخرج منها كما دخله، لا أضاف لنفسه شيئا ولا ترك للحياة شيئا. وقد قال بعض الحكماء من المحامين إلى بعض القضاة في مجال عرض ما يقدمون إذا ما نوئوا إن القاضي لا يأخذ شيئا من المنصة وإنما عساه أن يضيف إليها أشياء. لن تأخذوا شيئا من المحاماة إلا رضاء أنفسكم عن أنفسكم ورضاء أنفسكم عن أنكم حملتم الرسالة بأمانة وأديتموها بإخلاص وكفاءة وأمانة، وأنكم تتركون للأجيال التي من بعدكم تراثا يرجعون إليه. الكلام ده لازم تعرفوا أنه مش إنشاء، بدليل نحن حينما نستعرض تاريخ المحاماة بتبز أمامنا قامات، وهناك قامات إن صدق التعبير طواها النسيان وانتمرت وانتمر ذكرها. أما هتخشوا في الحقل هتسمعوا عن عبد العزيز بشفان ثاني نقيب للمحامين ورئيس مجلس الشيوخ والرئيس الثاني لحزب الأحرار الدستوريين وأحد أبطال ثورة 19 وعضو مجمع اللغة العربية والمحامي العظيم والقاضي العظيم. ثبت في التاريخ، لا يمكن لمن يذكر تاريخ المحاماة أن يسقط منه ذكرى عبد العزيز باشا فهمي، مع أنه فارق دنيانا من نحو 80 عام. هتسمعوا عن مصطفى مرعي فارس المحاماة صاحب الصولات والجولات، هتسمعوا عن محمد عبد الله محمد الفيلسوف المفكر صاحب الباع الكبير في كل علم ومعرفة وفي كل فروع القانون، الذي كان يجيد الفرنسية
والإيطالية والإنجليزية كما يجيد العربية. والذي كتب فيما كتبه درته الخالدة جرائم النشر، سطى عليها كل من كتبوا في جرائم النشر، ولكن باقي محمد عبد الله علما في تاريخنا الفكري وفي تاريخ المحاماة. لا أحب أن أستطرد حتى لا يضيع منا أو يهرب منا الوقت، إنما ستشاهدون أن هناك من دخلوا ساحة التاريخ وهناك من آبوا إلى مزبلة التاريخ. محمد عبد الله محمد، أنا كنت في سنة في أبريل 77 حاضر أمام محكمة جنايات القاهرة في مبنى محكمة جنوب القاهرة، وكان رئيس الدائرة المستشار صلاح عبد المجيد ومعاه العضوين حاجة أباء، وشفت قضية رشوة مع تزوير يترافع فيها عصام الدين حسونة وزير العدل السابق، وكان مفوها ولغته منضبطة وبالمقاييس التي نعرفها قد أجاد، ولكن هناك من نام منه من أعضاء المحكمة لأنه الرتابة ترسخت فيما يقول، ما نغمش، ما صحصحش الناس. ففيه لأنه الاستماع قد يكون أصعب من القول. بعد كده قام رجل ربعة كده شعره شايب وأصلع، ويعني أنا ما شفتوش قبل كده، وراح بخفة ظل كده قال للمحكمة أنا بعد الكلام الفخيم ده مفيش حاجة تتقال. وطبعا غلط عصام حسونة أنه قدم نفسه عليه لأنه أستاذ أساتذته، ودي تقاليد، إنما الراجل يوصل دي لآدم بعد الكلام الفخيم ده مفيش كلام يتقال، بس أنا راجل عجوز لازم أقول لي كلمتين. شوفوا بقى بخفة الظل وصل الرسالة، ولقيت المحكمة صحصحت كده وأقبلت عليه، قال لهم أنا مش هاخد من وقتكم إلا 7 دقايق بس، يعملوه كده وبدأ يتكلم، ما التزمش بقى بالمنصة، بقى يتقدم ويرجع ويجيب ورق ويقطعه ويمثل بيه، صحصح الدنيا، صحصح الدنيا. واخر الايه المرافعه بص في الساعه اللي المحكمه بقى مصحصحه له خالص، قال لهم انا سرقت 3 دقايق طلباتي كذا. سالت مين ده؟ قالوا لي ده محمد عبد الله محمد. ده محمد عبد الله محمد، ده انا بسمع ابن ابويا، وابويا رغم انه اسبق منه تخرجا ب5 سنوات كان يذكر محمد عبد الله كأحد أفذاذ وعباقرة المحاماة. أرجو أن تكونوا من عباقرة المحاماة. نحلف اليمين، يعني ننهض وقوفا إذا سمحتم. أنا بقى عاوز أسمع اليمين كده بيرج القاع. بسم الله الرحمن الرحيم، أقسم بالله العظيم أن أمارس أعمال المحاماة بالشرف والأمانة والاستقلال، وأن أحافظ على سر المهنة وعلى تقاليدها، وأن أحترم الدستور والقانون. ألف مبروك. بسم الله الرحمن الرحيم، سترون في القسم الذي سوف نقسم به معا أن أحد المبادئ التي نقسم على احترامها في أدائنا لرسالة المحاماة هي الأمانة.
لما كانت الأمانة؟ لأن المحاماة أمانة، وهي حاملة لأمانة، وهي مؤدية لأمانة. هذه الأمانة التي قال القرآن المجيد إن الله سبحانه وتعالى قد عرضها على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. هذه الأمانة هي التي قال المصطفى عليه الصلاة والسلام لحبيبه أبي الذر الغفاري: إنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا لمن أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. لا مراء في أن الأمانة لها دستور ولها قواعد ولها مبادئ ولها غايات. دليلنا فيها إيه؟ الدليل بتاعنا فيها إيه؟ تأملت طويلا في حديث النبوي فرأيت أنه قد أعطانا البصلة لهذه الأمانة. قال لنا فيما روي عنه بإسناده: الخير ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس وإن أفتاك الناس وأفتوك. يبقى أنت أدرى، دي بوصلة، بوصلة قلبية مش بتاعة ليلى مراد أنا قلبي دليلي، لا، ده حسب الحديث قلبك هو دليلك إلى الخير والشر، إلى الأمانة والخيانة. سوف تعرف بقلبك ماذا عليك أن تؤديه. ليه؟ لأنك حامل أمانة ومؤدي أمانة وقائم بعبء أمانة. من أثيرات العباس العقاد قوله: إنني أحرص على احترامي لنفسي قبل أن أحرص على احترام الغير لي، لأن الناس قد تخدع فيا وأنا أعلم بداخلي أنني لست أهلا لانخداع الناس فيا، وقد تعطيني الناس ظهورها ولكني أعلم علم اليقين أنني على الصواب والحق، وأن الكاره للحق هو الذي يفعل ذلك. لذلك كان من أثيراته الأخرى: إذا أحبك الناس مخدوعين فلا تفرح. ما هم مخدوعين هتفرح على إيه؟ وإذا كرهك الناس مخدوعين فلا تحزن. هتحزن ليه؟ ما هم مخدوعين. بعض الكراهات خير لك من بعض المحبات. الله أكبر. بعض الكراهات خير لك من بعض المحبات. طول رحلتكم في المحاماة هتقابلكم مواقف انتوا فيها الحكم مع أنفسكم. الجدير بالاحترام يحبه ربه، يحبه ربه، فيأمر جبريل بأن ينادي أهل الأرض وأهل السماء بأن الله يحبه فيحبوه ويوضع له القبول في الأرض، مش كده؟ هتلاقوا حاجات كتير غلط، كتير جدا هتقابلكم في بين الزملاء في المحاكم في النيابات وفي أقسام الشرطة. في حاجة في قبضتك، في إيدك، في ضميرك، أمانتك وإخلاصك وشرفك.
عضوا عليها بالنواجذ، هي سلاحكم وهي أمانكم في حمل الأمانة التي تحملون. هذه الأمانة هي التي دعت السيد المسيح عليه السلام حينما أتي إليه بمريم المجدلية وريمة من اليهود رجموها، أن سألهم من كان منكم بلا خطيئة فليتقدم وليرمها بحجر، فانصرفوا جميعا. هنا السيد المسيح عليه السلام قام بمهمة المحاماة. الذي كان من أهل عزيز مصر أو من أهل زوجة عزيز مصر، حينما راودت يوسف عن نفسها وتمزق قميصه وفاجأها زوجها في الحال، فلم تجد أمامها إلا أن ترمي بالتهمة على يوسف، هي تدعي وهو ينكر وينفي لأنه بريء. فقيض له محام من أهلها، من أهل العين، من أهل المحاماة، فطن وذكي وصاحب حجة، قال له انظر فإن كان قميصه قد قد من قبل فقد صدقت وهو من الكاذبين، وإذا كان قميصه قد قد من دبر فقد كذبت وهو من الصادقين. شوف المنطق وكيف يحلل الدليل المادي ليستخلص منه البرهان العقلي. ما هو الإنسان إذا كان بيعتدي حيدفع، فحيأتي التمزيق من قبل، وإذا كان بيفر بنفسه عمن تراوده عن نفسها حيبقى التمزيق وهي تشده إليها من دبر. في مواقف كثيرة لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام حمى فيها عن الناس. هناك موقف لا أنساه لعمر بن الخطاب عليه الرضوان، اتهم أمامه المغيرة بن شعبة وهو أحد كبار الصحابة بأنه قد وقع على امرأة يزني، وطبقا للنصاب الذي فرضه القرآن لحكمة يعلمها الله وتحدث بها إلينا المصطفى عليه الصلاة والسلام، قال لنا فيها إيه؟ إن نصاب الشهادة قد جعل طالبا للستر. الله أكبر، طالبا للستر، أن تستر إنسانا. هذه منقبة وهذه شميلة من شمائل الإسلام والخلق الكريم. اتهم وأتي بالشاهد الأول فالثاني فالثالث فأيادوا الواقعة، وعمر الذي كان شديدا في الحق دخل عليه الشاهد الرابع، وكان هو زياد بن أبيه الذي نسب بعد ذلك إلى أبي سفيان بإقرار معاوية ابن أبي سفيان. فقال له عمر وهو يدخل عليه أرى رجلا على سمته أن الله سينقذ به أحدا من المسلمين، فتلجلج في الشهادة فقضى بالبراءة. طب خذوا الموقف ده، كيف كان المصطفى عليه الصلاة والسلام بذاته محاميا. فرغ من الصلاة فأتى إليه رجل يقول له يا رسول الله لقد زنيت، فأشاح عنه بوجهه فلفله قال له يا رسول الله لقد زنيت،
فأشاح عنه للمرة الثانية فلفله وقال له: يا رسول الله لقد زنيت. قال له الرسول عليه الصلاة والسلام الذي لا يتلقف اعترافا على عكس ما نرى اليوم، قال له: لعلك قبلت. قال له: لا لقد زنيت. لعلك مش عاوز اقول الالفاظ، والراجل مصمم على انه قد زنى. فقال له عليه الصلاة والسلام: أبيك مس؟ ما هو ده واحد جاي بيقول موتني يقيم علي الحد. قال له: لا. قال له: أشربت مسكرا؟ بيشوف له مخرج. قال له: لا. لم يكتفي المصطفى عليه الصلاة والسلام المحامي بهذا الإنكار، لأنه إن كان به مس فإجابته غير معدودة، وإن كان قد سكر فهو لا يدري ما يقول. فالتفت إلى من حوله أو من حوله وسأله: أبيه مس؟ قالوا: لا. أأعتاد أن يشرب مسكرا قالوا: لا. فأمر أن يقام عليه الحد. وإذ هو عليه الصلاة والسلام قد خرج من المسجد ليذهب إلى داره المتصل بالمسجد كما هو معروف، حتى طار إليه أحد المسلمين وقال له: إن الرجل وهم ينفذون عليه الحد طلب أن يلقاه، طلب أن يلقى الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنهم اعتبروا أن هذا من باب اللجاجة فلم يقبلوا طلبه ومضوا في تنفيذ الحد. فما أن كان من المصطفى صلى الله عليه وسلم أن قال لهم: هلا أتيتم به لعله قد عدل. هذه هي قواعد ومبادئ وأحكام الإسلام، وهذه هي مبادئ وفروسية المحاماة. أينما ولينا في تراثنا الديني والمعرفي والثقافي والتاريخي سنجد أن القضايا الكبرى حملها المحامون وإن اختلفت المسميات. ستجدون من قبل ثورة 1919 إلى ما بعد 52 بسنوات أن المحامين والحقوقيين بعام هم فرسان الحياة الوطنية والسياسية والنيابية والفكرية والثقافية والأدبية في مصر. ومن يقيد له أن يقرأ كتابي رسالة المحاماة سوف يجد أنه بعد النصف الأول الذي خصصته لمبادئ وفنون المحاماة، الباب الثاني أو القسم الثاني الرئيسي عن أمجاد المحاماة والمحامين. لما ذكرت هذا؟ أردت من المحامي والمحامين أولا أن يتسلح كل منهم بمبادئ وفنون الأداء والقيام برسالة المحاماة، ثم أردت أن أبث فيهم العزم والشحنة والقوة النابعة من الإيمان بعظمة وأمجاد المحاماة وعظمة وأمجاد المحامين. كل منكم محاميا كان أو محاميا أمامه بعد دقائق صفحة حياته أو حياته القادمة، هو الذي سوف يسطرها، والخيار له أن يدخل بها في صفحات التاريخ أو أن يودي بها والعياذ بالله إلى مزبلة التاريخ. نحن نعاني الآن من نحر ومن
تصرفات ومسالك سلبية دخلت إلينا ونحن نسعى، وكل الشرفاء والمخلصون، لاستنقاذ المحاماة مما داخلها بغير حق والنهوض بها وبالمحامين إلى ما يجب أن نكون وأن تكون عليه المحاماة. دعوني أقول لكم إنكم الأمل والرجاء، أنتم جميعا أصحاب قلوب خضراء، لا فواتير ولا مصالح ولا أغراض ولا مآل، أمام كل منكم صفحة حياته التي سوف يسطرها. أتمنى على الله أن تسطروها بما نحب وبما تحبه لكم المحاماة. أستأذنكم في أن نؤدي اليمين وقوفا. أنا عاوز القاعة كده تهتز. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم أن أمارس أعمال المحاماة بالشرف والأمانة والاستقلال، وأن أحافظ على سر المهنة وعلى تقاليدها، وأن أحترم الدستور والقانون. صادق التهاني لكم. Thank you.